المفروض ان انا بادئ محاضرة جديدة، بس انا ليه سايب السين دي مفتوحة؟ عشان لو انت رحت الفايل وقلت له نيو سينما، ام عامل نيو. غريبة؟ مش غريبة خالص، بس الجميل في سينما ان في ويندو اقدر ان انا لو ضغطت هنا ارجع للمشروع التاني. امتى ده يقفل؟ لو رحت لفايل وقلت له كلوز. في الحالة دي سينما يسألك على سيف. عشان كده اللي استغرب لما انا عملت نيو سينما ما سألكش هتسيف ولا لا، لان انت فعليا هو ما بيعملش كلوز، هو بينزل البروجكت فوق البروجكت. انا مش هعمل سيف. المحاضرة دي هنتكلم على السبلاين موديلنج، او ان احنا نبدأ الموديل بتاعنا بسبلاين. ازاي نبدأ بسبلاين وهو اصلا ما بتعملوش ريندر؟ الموضوع بسيط. لو احنا مثلا رحنا خدنا حاجة زي الهيليكس، الهيليكس ده عامل شبه السوستر، تمام؟ لو انا جيت قللت الستارت ريدس هو بيبدأ من هنا وبيفضل يلف 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 لغاية الناحية التانية. هقول له مثلا ده 100، الستارت انجل كل ما بتزوده، تمام، كل ما بتزيد الحلقات في الستارت. الاند ريديوس برضه هقول له 100 عشان يبقى البدايه زي النهايه، وبزود الانجل ده فالحلقات تزيد. طبعا عندي هنا حاجه اسمها ريديوس باياس، مش هتكلم عليها دلوقتي، لكن عندي حاجه اسمها الهايت، زود الهايت زي ما انت عايز زي السوسته، تمام. نفس الموضوع في الهايت باياس. الباياس ده اللي هو انا بزق نقطه الستارت يا عند البدايه يا عند النهايه. طبعا انت ممكن تعمله كابلات سلوك مش عارف ايه، يعني زي ما تحب. السب ديفيجن قللها مش قوي كده. انا ممكن اعمل كده لو عايز اعمل، انتوا عارفين التيل بتاع اللمبه التنجستن، حاجه زي كده. زود ده شويه لغايه ما يبقى سموث، بس ما توصلوش ل 100 عشان ما تتبهدلش. طب انا ده عايز عايز اطلعه ريندر، عايز اعمل حاجه زي كده مثلا. عشان السبلاين يطلع ريندر لازم يتحط له جنريتور من دول. اول جنريتور هتكلم عليه اللي هو السويب. السويب بيعمل ايه؟ بياخد سبلاين تاني ويفرده كبروفايل على السبلاين ده. اذا ده بنسميه الباث، والسبلاين التاني بنسميه بروفايل. لو انا عايز ده او اللفات دي تاخد الشكل المدور هقول له سيركل، بصغر السيركل دي خليها مثلا ولتكن 2 سنتي. خد السيركل والهيليكس وارميهم جوه السويب. خلي بالك دايما البروفايل الاول وبعد كده الباس، يعني البروفايل فوق الباس تحت. ادي السويب. السويب جماله في ايه؟ اولا ان انا عندي هنا حاجه اسمها الديتيلز. في الديتيلز اقدر بالكيرف ده ان انا اتحكم في حجم. انا عايز، بص دلوقتي انا مش شايف كويس من السلكشن ده، فانا عايز اضيعه، بس لو ضغطت كليك ده هيطير مش هلاقيه قدامي، هضطر اضغط هنا تاني. يعني عملت كده طار، هضطر اضغط هنا تاني فيحدده تاني. اعمل حاجه حلوه قوي، تعال على اللوك واقفل الاتريبيوت مانجر، اطلع بره واشتغل زي ما انت عايز. ده بالنسبه لحاجه زي السويب بالشكل ده. ممكن اروح للسيركل، طبعا كليك ما مقفول، افتح خلي دي مثلا تكون 5 سنتي، تمام. ارجع باك تاني اقفل، وكانك في ماي كمبيوتر بالظبط. ده بالنسبه للسكيل. الروتيشن مش هيبان، بس عشان نخليه يبان تعالوا بدل ما نحمل سيركل نعمل انسايد. نروح للانسايد نفك كده، واروح للريديوس خليه 5، حط الان سايد مكان السفير مكان السيركل وشيل السيركل. ادي الان سايد. طب هو انا ليه اخترت الان سايد؟ عشان لو انا رحت للسويب وجيت اشتغلت على الروتيشن، الروتيشن يبان، او اللي انا عايز اوريه لكم يبان. ادي الروتيشن بيعمل تويست للباص. فالسويب جميل قوي. غير كده كمان انت ممكن تعمل انيميت للستارت والاند. ازاي؟ انا عندي هنا ستارت جروث واند جروث،
لو انا خدت خلينا ناخد الستارت، لو انا خدت الستارت كده هقدر ان انا احرك لسويب. ادي حاجة في السبلاينز. طب في غير كده؟ في غير كده. كلوز للبروجكت وتعالوا نروح هنا للفرونت واروح هنا اهو للبندول ومثلا اخد حاجة كده انا بدأت من بعيد قوي ماشي كده كده مثلا كده كده وكده. طبعا انا برسم من غير اي ريفرنس وده مش حاجة ظريفة. تمام خلصت، اعمل اسكيب حاجة زي الشكل ده كده. طب هو اللي انا رسمته ده هيطلع ايه؟ والله هو ممكن انا كل ما اجي ارسمه كوباية او كاس اطلع قلة. والله بجد كل ما ارسمه اطلع قلة مش عارف ليه. عموما ناخد ده كده وزق ده كده شوية تمام، وهروح هنا وهاخد اللاث. مجرد ما احط ده جوه ده هنلاقي اللاث. بس في نقطة مهمة جدا في موضوع اللاث ده. اولا انا مش عارف العيب هيبقى باين ولا مش هيبقى باين، بس خليني اخش لكم جوه واجيب جراد شيدنج. بصوا كده، انا مسكت السبلاين اقفل اللاث ده، البوينت دي لو انا زقيتها جوه سنه بس هو العيب. انا متاكد انه حاصل بس لان هو في حته مظلمه شويه فمش موجود. يا رب يطلع باين من فوق. مش باين. بس عامة الحركة اللي حصلت دي تمام، يعني انا لو زقيت كده اهو هي دي. بص هتلاقي نقطة اتفتحت، يا الدنيا باظت. ليه؟ لان اللاز ده المفروض يبقى عند الزيرو بوينت بالظبط. تمام هروح لإكس واخليه زيرو. لو رحت كده في الفرونت تمام اقفل اللاث اهو بالظبط، كل النقط دي لازم تبقى في زيرو. برضو دي كده في اكس اخليها زيرو، وده في اكس اخليها زيرو. لازم عشان اللاث يطلع مظبوط. يمكن انا غلطان ان انا سحبت. انا المفروض ما اسحبش دي لصفر و ما اسحبش دول برضو اوبس وما اسحبش دي لصفر. اللي تتسحب لصفر بس اللي بتقفل القاعده، لكن غير كده لا. كده طلعنا الدنيا تمام. طبعا ممكن نحط سموز ونعمل بلاوي سودا لكن مش وقتها. ده بالنسبه لحاجه زي اللاث. اذا احنا اتكلمنا على السويب واتكلمنا على اللاز. الاكسترود هنتعامل معاه كتير جدا جدا جدا. تعالوا كده نقفل ده كله واروح للسبلاينز واحط كوجويل. الكوجويل دي بمجرد ما اروح هنا وهم قايل له اكسترود وارمي ده جوه الاكسترود هلاقيها بالشكل ده. طبعا لو لوج جاي من الالستريتور زي ما احنا هنعمل هيبقى نفس القصه. في الاكسترود بقى افتح ده كده
الموفمنت اللي هو المقدار يعني. وفي حاجة مهمة قوي، حاول ما تسيبش الاكسترود بوان سب ديفيجن، يعني دايما خلي في واحد في اتنين او تلاتة عشان ما يبقاش عندك فيس طويلة بالمنظر ده. الفيس ده هيعمل لنا مشكلة. بس الاول في حاجة مهمة جدا في الاكسترود، شايفين فرق الايدجز او فرق السيجمنتس دي عندي؟ ده راجع ليه؟ راجع لان السبلاين ده نفسه فينا حاجه اسمها الانترميديت بوينتس، يعني عدد النقط اللي بتكون السبلاين ده. طبعا هي في الكيرفات بتزيد عشان يدي السموث، لكن انا ممكن اروح في الانترميديت بوينتس اقول له مثلا اعملها لي سب ديفايدد، تمام، او ممكن اقول له ناتشرال، او ممكن اقول له يونيفورم. فانت يونيفورم تمام، بس لو انت قللت النمبر ده هتاخد برضه سموز وفي الرندر اسرع بكتير. بس خلي بالك لو قربت، يعني كده يبقى انت وفرت على نفسك وقت رندر جامد جدا جدا جدا. وخلي بالك الانترميدلز اللي تبقى في السبلاين هي هياها اللي تبقى هنا في، لا اسف هتكلم على حاجه تانية، ده لو انا مختار ان سب ديفايد، بس مش هخش فيها دلوقتي. الفيس ده عشان يتعدل هروح للاكسترود كابس، خلي بالك ممكن اقول له ستارت فيلت كاب، فيلت كاب فبيدي هنا بيفل. طبعا البيفل ده كبير قوي، فانا هروح في الراديوس اقول له مثلا باتنين، وفي الستبس اقول له مثلا بتلاته، بحيث زي ما انتم شايفين دي سموز. خلي بالك ان في واحده كمان ورا تبقى اتنين، وهنا مثلا تبقى تلاته. كل الكلام ده جميل جدا جدا جدا، بس الفيس ده وحش جدا جدا جدا. يعني ايه وحش؟ يعني فيس واحد فقط او وجه واحد بس ما فيهوش سيجنالز. طب اعالج الموضوع ده ازاي؟ عن طريق انزل تحت خالص في حاجه اسمها التايب، بدل ان جون اختاره كوادرا انجلز، تمام، وقول له حاجه اسمها ريجولار جريد. في نقطه مهمه قوي، مع حاجه زي كده يفضل انك في السبلاين تستخدم هنا سب ديفايدد، وتخلي الانجل مثلا وليكن 20، والماكسيموم لينجز وليكن برضو بتاع 20 ولا حاجه، سموث برضو الدنيا تمام. القيمه اللي انت هتحطها هنا هي نفس القيمه اللي انت هتحطها هنا، تمام، او ممكن 10 كده. احنا عالجنا الدنيا، وده اللي هو السبلاين موديلنج، ان انا بعمل موديل بناء على سبلاينز. ممكن كمان نعمل حاجه حلوه قوي، لو انا رحت هنا مثلا خدت وليكن سيركل، خدت السيركل دي فوق، الغي الاكسترود دلوقتي، طلع كل ده بره، روح حط سبلاين ماسك، خد الاتنين دول جوه السبلاين ماسك، بعد كده حط السبلاين ماسك جوه الاكسترود. واخد لي بالك انت؟ تمام. ممكن ناخد الراديوس، حاجه بالشكل ده كده. انيميشن، ينفع انيميشن. لو شلنا ده هنلاقي الشيب بتاعنا بالمنظر ده كده. اذا البارامتريك موديلنج او السبلاين موديلنج برضو نوع مهم جدا 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 من الموديلنج، وهنحتاجه كتير قوي قوي واحنا شغالين. بكده نكون في المحاضره اللي فاتت اتكلمنا على البارامتريك موديلنج، في المحاضره دي اتكلمنا على السبلاين موديلنج، في المحاضره اللي جايه تمام هنتكلم على البوليجونال موديلنج. بفضل ان المحاضره الجايه هتبقى بدايه الوركشوب الاولانيه، تمام، فعشان بالمره كمان نشرح فيها شويه تكنيكات اعلى من اللي احنا بنتكلم فيها. واشوفكم على خير المحاضره اللي جايه.